الدخان الأبيض يخرج من القصر الرئاسي في المسار الحكومي التونسي. الرئيس سعيد يختار وزير الداخلية ويكلفه بتشكيل الحكومة، اختيار من خارج المنظومة الحزبية والبرلمانية. هذا الاختيار الذي فاجأ الجميع، ولو أن السيناريو كان متوقعا رحبت به أحزاب حركة الشعب وتحية تونس ومشروع تونس وقلب تونس، وشجبه ائتلاف الكرامة فيما خيرت أحزاب النهضة والتيار الديمقراطية العودة إلى هياكلها قبل إبداء مواقفها الرسمية. انقسام الساسة حول المسألة وجد صداه في الشارع التونسي الذي ذاق ذرعا بالأزمة السياسية في البلاد. والله ينجم يكون التمشي نتاعو صحيح، خاطر جماعة الأحزاب يتهابتوا ياسر على المناصب. أنا كرئيس دولة حزب دولة نحط ونفرضوا بالسيف، واضح، نعطيه 5 سنين ما نجمش روحه. الشعب ريت الشعب مش هو الشعب ينحي. وأنا تاكسي نخدم، اللي يطلع معايا فرحان، اللي هو بعد على الأحزاب الكل. تكليف سعيد وزير الداخلية برئاسة الحكومة أرجعه البعض إلى التحديات الأمنية التي تواجهها تونس، والتي أشار إليها سعيد في أكثر من مناسبة في خطاباته الأخيرة، بينما فسره آخرون بأن الرئيس ماض في التأسيس لمرحلة جديدة من النظام السياسي في البلاد بعيدا عن سطوة الأحزاب وخصوصا النهضة. في تقديري 25 جويلية 2020 هو بداية تثبيت قيس سعيد لرؤيته للجمهورية، الرؤية الخاصة. يدرك جيدا وهن الأحزاب السياسية، تجاوزها في اختيار الشخصية الأقدر في رأيه لإدارة المرحلة القادمة، وضع ما يمكن أن نعتبرها الخطوط الكبرى للحكومة القادمة. رئيس الحكومة المكلف تعهد بتكوين حكومة تستجيب لتطلعات الشعب التونسي في مجالات الأمن ومكافحة الفساد والاقتصاد والظروف الاجتماعية، على ألا يتجاوز ذلك مدة شهر منذ تاريخ تكليفه. هنا بقصر الضيافة بقرطاج ينطلق رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في إجراء مشاورات ماراثونية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة في نسختها الثانية، تحديان بارزان أمام الرجل: احترام الأجال الدستورية ونيل ثقة البرلمان. وليد عبدالله، الحدث، تونس.